استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. خلال اللقاء استعرض سموهما السبل الكفيلة بتعزيز أركان السياسة المالية والنقدية بما يحقق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى ويدعم الجهود المبذولة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ضمن هذا السياق فقد تم استعراض عددا من المبادرات التي من شأنها دعم الاستقرار المالي وزيادة مصادر دخل الميزانية واستدامة التوازن المالي. تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها والمقبلة منها لمواجهة الأوضاع والتحديات بما يضمن استمرار مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف وبرامج الحكومة التنموية.